هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخيلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. Hola amigos, me solicita esta lista en YouTube mariscos con salsa de pesto italiana preparada por la chef académica Eva. هاي أصدقائي، وصفتنا أصبحت جاهزة على اليوتيوب. إنها المأكولات البحرية مع صلصة البيستو الإيطالية، عدد الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وهكذا يبدو شكل وصفتنا لهذا اليوم، صحي ومغذي ولذيذ، كما ويمكنكم تقديمه في وجبتي الغداء أو العشاء، أو تقديمه لضيوفكم وفي مناسباتكم السعيدة. جعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات معنا وعلى قناتنا. متابعينا الكرام وكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، وقبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم، نرجو منكم التفاعل مع قناتنا من خلال التعليقات ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، أي بمعنى من خلال اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات أيضا، لتصلكم جميع فيديوهاتنا اليومية. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة الصحية واللذيذة. معي أنا الشيف إيفا. باموس! والآن إليكم المقادير. 500 جرام من الأخطبوط المفرزن. يعتبر الأخطبوط من ضمن الحيوانات البحرية واسعة الانتشار. جاء اسمه من التسمية اليونانية وهي أكتوباس، أي الحيوان ذو الأرجل الثمانية. لا يحتوي جسمه على عظام، لكنه مفيد ويعيش في المحيطات المالحة. وعدد 4 كراث، عدد 1 فلفل أحمر كبير الحجم، 500 جرام بطاطا صغيرة الحجم بيبي بطاطا، عدد 6 طماطم مجففة، عدد 2 ملعقة أكل خردل ناشف، عدد 2 ملعقة أكل صلصة طماطم، 200 مللتر ماء خضروات، 150 مللتر عصير تفاح بدون سكر، رأس كامل من الثوم، عدد 2 ملعقة أكل بيستو أي صلصة البيستو الإيطالية، عدد 1 ملعقة أكل أعشاب سمك، عدد 4 ملعقة أكل زيت زيتون. ها هي مقاديرنا، تجدونها في صندوق الوصف مكتوبة أسفل هذا الفيديو. والآن إليكم طريقة العمل. وضعت مقلاتين على النار، سأضع فيهم زيت الزيتون. وضعت في المقلاة الأولى ملعقتين من زيت الزيتون، وفي المقلاة الثانية وضعت أيضا ملعقتين من زيت الزيتون. أحاول توزيع الزيت في المقلاة هكذا الأولى وفي المقلاة الثانية كذلك. وها هي كمية الأخطبوط أي 500 جرام المفرزنة، هكذا تأتي من السوبر ماركت. وها هو كيس البطاطا، البيبي بطاطا، فتحته. البطاطا هذه مغسولة ونظيفة ومجففة، هكذا تأتي معلبة. الآن سأعمل على تقطيع البطاطا دون تقشيرها، فهذا النوع من البطاطا لا يحتاج إلى تقشير. أقطعها كما تقطع التفاحة إلى 4 أقسام فقط طوليا، وأضعها في المقلاة مع زيت الزيتون. بعد ذلك أعمل على تغطية المقلاة. والآن أضع الأخطبوط في المقلاة الثانية مع زيت الزيتون، وأنتظر حتى تنضج معنا المواد. والآن ها هو الكراث
غسلته قبل إعداد هذا الفيديو وجففته. سأبدأ بتقطيعه على شكل حلقات كبيرة بعض الشيء هكذا، ونستمر بالتقطيع. حتى ننتهي من كامل الكمية التي لدينا. وها هي الطماطم المجففة هكذا تبدو، أضعها جانبا أحاول تقليب الأخطبوط في المقلاة ما بين الحين والآخر. وصفتنا لهذا اليوم صحية جدا، يمكنكم تجربتها. اكتبوا لنا في التعليقات ما هو رأيكم في هذه الوصفة بعد تجربتها، ستعجبكم بكل تأكيد. إضافة إلى أنها صحية. والآن سأضع بهارات السمك فوق الأخطبوط هكذا، ونقلبهم. نقلب الأخطبوط مع زيت الزيتون هكذا، ونقلب البطاطا في المقلاة أيضا. هي لم تنضج بعد، تحتاج إلى وقت أكثر. الآن سأقشر الثوم وأنظفه هكذا، ولا ننسى في هذه الأثناء تقليب الأخطبوط في المقلاة هكذا. سأريكم إياه هكذا يبدو، أترى؟ الآن أرفعه من النار، فقد نضج، وأضعه جانبا. سأرى إن كانت البطاطا قد نضجت أم لا. أقلبها هكذا، والآن أخذت طبق البايركس هذا الذي سأضع فيه وصفتنا لهذا اليوم، وضعت فيه البطاطا فقد نضجت، بعد ذلك سأرجع المقلاة على النار وأضع فيها زيت الزيتون بما مقداره ملعقتين. أعمل على تسوية البطاطا في طبق البايركس هذا، أضعه جانبا. والآن وبعدما أصبح الزيت ساخنا في المقلاة سأضع الكراث هكذا، وأبدأ بتقليبه مع زيت الزيتون على نار متوسطة. أعمل على تغطيته لينضج على بخار زيت الزيتون. وها هو الثوم بعدما
نظفته، أضعه مع الكراث هكذا صحيح دون تقطيعه. الآن وبعد مرور 5 دقائق أقلبه للمرة الثانية، والآن جاء دور وضع البهارات. والآن سأضع البهارات فوق الكراث بما يعادل ملعقة طعام مملوءة. وأعود التقليب مرة أخرى هكذا. الآن سأبدأ بتقطيع الفلفل الأحمر هذا. أعمل على تنظيفه من البذور، وبعد ذلك تقطيعه على شكل شرائح خفيفة طويلة. وها هي علبة ماء الخضروات، سوف أستخدم منها ما ذكرته في المقادير، أي 200 مليلتر فقط. الآن سأعمل على إعداد صلصة وصفتنا لهذا اليوم. وضعت القدر على النار. في هذه الأثناء أقلب الكراث هكذا في المقلاة. وها هي صلصة البيستو الإيطالية. سأضع بما مقداره ملعقة طعام مملوءة في القدر. ولمن يحب المزيد بإمكانكم وضع ملعقتين، فهذه الصلصة بالذات تعطي لوصفتنا مذاق رائع. الآن أضع الفلفل الأحمر مع الكراث وأقلبهم. وها هي صلصة البيستو على النار في القدر. الآن وضعت ملعقتين طعام من صلصة الطماطم فوق ملعقتين من صلصة البيستو في القدر، ومزجتهم مع بعضهم البعض. ولا ننسى أيضا تقليب الخضار في المقلاة هكذا. الآن سأضع ماء الخضروات فوق صلصة الطماطم وصلصة البيستو، وأنتظر حتى تبدأ بالغليان. والآن أرجعت طبق البايركس لأضع فيه وصفتنا. بعدما وضعت فيه البطاطا سأضع فيه الآن الكراث مع الفلفل الأحمر. تبدو رائحته لذيذة جدا. الآن سأعمل على تسوية وصفتي هكذا.
أي توزيعها على كامل طبق البايركس. بعد ذلك سأضع الأخطبوط فوق الخضروات هكذا، وبعد ذلك أيضا أوزعه على كامل الطبق هكذا. الآن سأضع الطماطم المجففة في وجه وصفتنا لهذا اليوم. الطماطم المجففة تعطي لوصفتنا طعم حامضي لذيذ، سبق ووضعته في عدة وصفات. من يتابعنا يعرف في أي وصفات تلك التي استخدمنا فيها الطماطم المجففة. من يتذكر فليكتبها لنا في التعليقات. وها هو عصير التفاح الخالي من السكر، سأأخذ بما مقدره 150 مللتر، أضعه فوق صلصة البيستو مع صلصة الطماطم وعلى النار. بعد وضع الصلصة على وصفتنا لهذا اليوم، سوف أدخلها في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية حار مسبقا، وعلى الرف الوسط والشعلتين، ولمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة. انتبهوا إلى درجة حرارة أفرانكم. وها هي الصلصة بعدما بدأت بالغليان وأخذت القوام المطلوب. أضعها فوق وصفتنا وبعد ذلك إلى الفرن. والآن وبعد مرور نصف ساعة أخرجت وصفتنا من الفرن، وهكذا تبدو لذيذة وشهية. بألف صحة وعافية. وبهذا أحبتي تكون وصفتنا لهذا اليوم ماريسكوس كون سالسا دي بيستو إيطاليانا، بمعنى المأكولات البحرية مع صلصة البيستو الإيطالية، قد أصبحت جاهزة. أحبتي أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات أسفل هذا الفيديو، وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. وقبل أن أودعكم لأقول لكم لنا لقاء يوم غد، أقول لكم أحبتي أرجو تفاعلكم مع قناتنا من خلال اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات، لنستمر بتقديم الأفضل دوما لكم ولتصلكم جميع فيديوهاتنا أولا بأول. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أحبكم كثيرا وأستودعكم الله. أديوس.